الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال مصرف الرافدين إن هناك تلكؤا كبيرا في تسديد الأقساط الشهرية للقروض، لا سيما القروض المتعلقة بمشروع بسماية السكني. وأضاف المصرف أنه سيبدأ بالإجراءات القانونية لتحصيل أموال الدولة، إضافة للغرامات المفروضة على المتلكئين والممتنعين عن تسديد أقساط القروض الشهرية، لافتا إلى أن هذا السلوك يؤثر سلبا على تعاملات المصرف على حد قوله. انتقد النائب أحمد الربيعي قرار الحكومة الحالية بشأن تحويل المبالغ اللازمة من الميزانية التشغيلية البترودولار الخاصة بمحافظة البصرة إلى وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ متطلبات بطولة الخليج 25، داعيا إلى تمويل البطولة مركزيا وليس على حساب أهالي المحافظة ومشاريع التنمية فيها. وقال أحمد الربيعي إن هذا القرار ستكون له انعكاسات سلبية ومضرة على حياة المواطنين، ومن المفترض أن تساهم هذه الأموال بإنشاء المشاريع الحيوية والعاجلة، لا سيما أن البصرة تمر بأزمات متعددة منها ملوحة المياه التي أثرت سلباً على الشارع البصري بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية. كشف مدير التجارة في كردستان العراق نوزاد كامل عن نية حكومة كردستان العراق خفض أسعار الخبز في المخابز إذا استمرت أسعار الطحين بالانخفاض. وقال نوزاد كامل إن انخفاض أسعار الطحين ليس بالمستوى المطلوب حتى الآن، لكن الحكومة ستقدم ما وصفها بالتسهيلات للتجار بهدف استيراد مادة الطحين بجودة عالية. وتابع أن السلطات في كردستان العراق خفضت أجور الكهرباء على المخابز بنسبة 50% وستحاول خفض أسعار الغاز أيضاً. سجلت شركة توزيع المنتجات النفطية ارتفاعاً ملحوظاً في استهلاك الغاز السائل للسيارات في العراق توازياً مع استمرار أزمة المحروقات في البلاد. وقال مدير عام الشركة حسين طالب إن مبيعات الشركة من الغاز السائل خلال النصف الأول من العام الحالي وصلت إلى 69 مليون لتر، متوقعا زيادة في مبيعات خلال النصف الثاني من العام، مرجعا الزيادة إلى انخفاض سعر الغاز السائل مقابل البنزين والديزل. أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أن حصة العراق من زيادة إنتاج الخام التي تم تحديدها لشهر أيلول المقبل ستبلغ 12 ألف برميل يومياً بعد اتفاق أوبك على زيادة قليلة لحصة المنتجين فيها والتي بلغت 100 ألف برميل في اليوم. وذكرت المنظمة في تقرير أن حصة الإنتاج الخاص بالعراق لشهر أيلول حددت بأربعة ملايين وستمائة وثلاثة وستين ألف برميل يومياً بزيادة مقدارها 12 ألف برميل في اليوم عن شهر آب الجاري البالغة 4,651,000 برميل يومياً، وبزيادة بمقدار 83,000 برميل يومياً عن شهر تموز الماضي. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.